مساء الفل يا حلوين. ده شكل الطقم الدائري اللي معانا، دي الاربعة لتر، دي تلاتة لتر، ودي اتنين لتر. زي ما قلنا اول حاجة، الطقم كله بيتميز ان هو شكل بتاعه دائري. شكل الدائري ده كله محكم الغلق، فسي انا حطيت فيها شوربة او اي حاجة سائلة معايا بره البيت ورجتيها كده، هتلاقيها مستحيل تسرب منك نهائيا طول ما هي معاكي في شنطتك. تمام. طيب طبعا الحاجات المدورة دي كلها ما انها محكمة الغلق 100%، فبالتالي هي بتمنع التنفس عن المحتوى الداخلي اللي محطه جواها. فبالتالي انا بحط الحاجات اللي جواها بتحتاجش تنفس خالص، زي الطماطم، زي الليمون، اي شكل خضار او فاكهه على شكل كوره. عندنا كمان الفراوله فيها حلوه جدا، الجبنه القريش هاتي كميات وحطيها هنا في العلبه دي. عندنا كمان بحط فيها الاكل اللي انا اوريدي طبخته، دقه مني مثلا لو كميات كبيره احطها في الاربعه لتر، كميات وسط احطها في الثلاثه، وهكذا في الاثنين وهكذا. ممكن اعمل كيكه واحطها هنا، ممكن اعمله زي قالب تشكيل واشكل فيه مثلا عندي الرز مثلا واقلبه، او اعمل فته فيها طبقات حلوه جدا. كمان من مميزات الطقم ده، مثلا سي لو احنا جينا شفنا هنا البوله الاثنين لتر، شايفين ارتفاعها قد ايه؟ بسيط جدا. تمام. اغلب البولات الاتنين لتر اللي معانا بيكون ارتفاعها عادي مثلا قد كده تقريبا، فبالتالي تاخد الرف كله، في حين انا ممكن اخد احط هنا بولتين فوق بعض من الاتنين لتر على نفس الرف هنا. ده كده شكله على الطبيعة، هو زي ما انتم شايفينه. الطقم ده مستحيل تستغني عنه، لا زي ما قلنا لا خضار ولا فاكهة، والجبنة والبواقي الاكل المطبوخ. السلطة عندي بعملها في البولة الاربعة لتر واسيبها بالاسبوع، اخد منها كل يوم بس من غير دريسنج، او الفروت سلطة نفس الكلام. وفي افكار كتير جدا جدا. كمان الاتنين لتر دي ساعات بحط فيها هنا البانيه، واحط معاها البقسماط او الفيجيتار، وارجه كله كويس جدا، فكله بتغطى بالبقسماط من غير ما اقعد اعمل كل واحده لوحدها.